مشاهدينا الكرام، أما الآن نعرض لكم أسعار الذهب والنفط المحلية والعالمية، ونبدأها بأسعار الذهب المحلية، حيث بلغت أسعار الذهب في أسواق إقليم كردستان للمثقال الذهب عيار 24 بلغ 660 ألف دينار عراقي، أما مثقال الذهب عيار 21 بلغ 581 ألف دينار عراقي. أما مثقال الذهب بلغ سعر البيع لعيار 18 494 ألف دينار عراقي. هذا وارتفعت أسعار الذهب قليلا في الأسواق العالمية اليوم الخميس، فيما ينتظر المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسة المقرر صدورها في وقت لاحق لقياس موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. وننتقل إلى أسعار الذهب في العالم، حيث ارتفعت المعاملات الفورية بمعدل 0.2% لتصل الأسعار إلى 2614 دولارا للأوقية. والعقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفعت بالمعدل ذاته أي 0.2% لتصل الأسعار إلى 2631 دولارا للأوقية و40 سنتا. أما الآن ننتقل إلى أسعار النفط المحلية والعالمية، ونبدأها بأسعار النفط المحلية، حيث بلغ خام البصرة الثقيل انخفض بمعدل دولار واحد وخمسة وستين سنتا لتصل الأسعار إلى 73 دولارا وثلاثة عشر سنتا. وننتقل إلى خام البصرة المتوسط، حيث انخفض هو أيضا بالمعدل ذاته أي دولار واحد وخمسة وستين سنتا لتصل الأسعار إلى 77 دولار فاصلة 68 سنتا للبرميل الواحد. هذا وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس بفعل مخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، وهذا مع تخطيط إسرائيل لشن هجوم على إيران وارتفاع الطلب على الوقود مع هبوب عاصفة كبيرة على فلوريدا. وننتقل إلى أسعار النفط العالمية، حيث ارتفعت الأسعار لخام برنت بمعدل 37 سنتا لتصل إلى 76 دولارا و95 سنتا للبرميل الواحد. وننتقل إلى العقود الأمريكية الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي، حيث ارتفعت هي أيضا بمعدل 35 سنتا لتصل الأسعار إلى 73 دولارا و59 سنتا للبرميل الواحد. ونهاية ننتقل إلى سلة أوبك، حيث انخفضت هي أيضا مثل المحلية بمعدل 0.24% لتصل الأسعار إلى 78 دولارا و26 سنتا للبرميل الواحد. مشاهدينا الكرام، هذا ما كان لدينا عن أسعار النفط والذهب لليوم.